طبعا رياضة الرماية يمكن يعرفون معظم الحاضرين أنها اللي يشاركون فيها بالأولمبياد هم المصنفين فقط، المصنفين اللي يأخذون بطاقات تأهل. في بعض الدول ما تحقق بطاقات تأهل فتأخذ بطاقات يسمونها وايلد كارد ترضية، في مثل الألعاب الثانية يعني يعطونهم مثلا بطاقة حق بنية ولا لاعب يشارك. فبس معظم البطاقات التأهل تكون في التصنيف في بطولات العالم أو بطولات كأس العالم أو بطولات القارية بس. وبعدين الفائزين اللي حققوا بطاقات تأهل هم اللي حق لهم يشاركون في الأولمبياد. يمكن هذا يختلف عن بعض الألعاب الثانية اللي يروحون تمهيدي وبعدين يطلعون من التمهيدي الأول ويطلعون من هذا. فهذا يعني يمكن سبب لنا كنادي أننا لازم نضع خطط وتصج خططنا طموحة. لكن بالمناسبة أود أشكر هيئة الرياضة، يعني إحنا لازم الواحد يعني مو مجاملة قدام أخوي بشار، لكن هيئة الرياضة يعني كان لها دور كبير في توفير الدعم والرعاية، وإحنا صراحة نقدر دور هيئة الرياضة والمسؤولين اللي تناوبوا على هيئة الرياضة، ونقدر دور معالي الوزير وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والحكومة الرشيدة لتوفير كل الدعم لرياضة الرماية اللي تمكنت بفضل من رب العالمين أنها تكون الحين مصنفة على مستوى العالم. إحنا طبعا التكريم اليوم مو حق خالد بس، التكريم حق كل المشاركين، حق كل رماتنا، حقنا كلنا اللي موجودين، وفرحة للكويتيين كلهم أن خالد استطاع أن يحقق أول تأهيل. إن شاء الله زملاء الثانيين يحققون تأهيل ثاني ويتمكنون من المشاركة بقوة في باريس سنة 2024 وتحقيق ميدالية أولمبية جديدة باسم بلدنا الكويت. وإحنا متفائلين إن شاء الله أن رح نقدر نحقق شيء زين باسم بلدنا الكويت.